مساء الخير عليكم. اسمي هشام جلال الدين علي، وبشتغل في قطاع السياحة بقالي حوالي 18 سنة، وحاليا ما بين السياحة وما بين بيزنس تاني اللي هو قصة الكلاب وتدريبها وإلى آخره، وابتدت كهواية وبعد كده دخلت في عملية احترافية شوية. بالنسبة بقى لبدايتي، البداية كانت ان انا ساعة الثورة لما حصلت حصل عندي دروب جامد جدا في الشغل، الدنيا وقفت تماما بسبب الثورة، وفي الفترة دي الواحد كانت حالته النفسية مش لطيفة خالص. وهنا بقى الحقيقة المدام عندي قررت انها تجيب كلب عشان تحاول تطلعني من المود يعني، وان حاجة تشغلني شوية والكلام ده كله. وكان بقى لي فترة ما بربيش، مثلا حوالي 7-8 سنين. المهم جبت كلب جيرمان شيبرد وابتديت في عملية تدريبه، وابتديت اقول لازم ادربه على مستوى كويس واشوف الناس بره بتعمل ايه. ابتديت اتفرج على فيديوهات بره، اتفرج على فيديوهات لسيزر ميلان، اتفرج على فيديوهات لمدربين تانيين واشوف الناس بتعمل ايه في مصر. وبعدين ابتديت اطور الموضوع لغايه لما ابتديت احتك اكتر بقصه التدريب، وقدرت ان انا اوصل بمستوى كويس قوي من التدريب بالنسبه له. والعمليه اتطورت جدا وبقى مستواه عالي جدا كتدريب طاعه. وبعد كده ابتديت اخش بقى اشوف الناس بتعمل ايه في تدريب الحراسه، عشان كنت برضو عايز امرنه حراسه، وفي الحاله دي حلجأ لحد ان هو يهاجم. وطبعا احتكيت باكتر من مدرب، فيه الكويسين وفيه الوحشين. ومن هنا بقى ابتديت ابقى يعني اخش في الموضوع، بمعنى ان ابتدت مثلا ناس اصحابي يسالوني انت عملت ده ازاي، فابتديت اقول لهم كذا، فابتدوا يلجأوا لي، ابتدى الموضوع يتطور، ابتدينا نتقابل في مناطق واقول لهم يعملوا ايه، ابتدوا يقولوا لي طب ما تخش في قصه التدريب، قلت لهم بس قصة التدريب في مصر مختلفة، أنا عايز أمرن صاحب الكلب عشان هو اللي يبقى عنده سيطرة على الكلب. ابتدى الموضوع بقى يتطور لغاية لما ابتديت عملت صفحة اسمها مي أند دوج. ومي أند دوج يعني الهدف منها اللي هي أنا والكلب، عايز أشرح للناس العلاقة إزاي تتم بينك وبين كلبك، وفي الآخر إن أنت تقدر تسيطر عليه ويبقى عندك كنترول عليه، وفي نفس الوقت كلب بيحبك. بالنسبه لتدريبات الطاعه، الطاعه بتبدا من اي سن؟ يعني في ناس هتيجي تقول لك لا مش قبل 6 شهور. انا في رايي ان الكلام ده مش مظبوط، لان اصلا الام بتبتدي تمرن الجرو على الطاعه من 45 يوم. طب ازاي الام بتمرن على الطاعه؟ هي الطاعه ان انا اقول للكلب سيت وداون وستي؟ لا، الطاعه ان هو يسمع الكلام. كلمة الاوردرات، الاوردرات بتساعدك ان انت تقدر تعمل سيطرة على الكلب. طيب ازاي الام بتبتدي طاعة؟ الام اول ما بيتم 45 يوم بتفطم، لما بيحاول ان هو يجي يرضع بتبتدي تعمل له تصحيح، بنقول عليه كوركشن. طيب التصحيح ده عبارة عن انها ممكن تزوم عليه، ممكن تعضه لو حاول ان هو يجي يرضع، ممكن تعضه لو حاول ياكل من طبقها لما يتم مثلا 3 شهور لو هو لسه قاعد معاها. فاللي احنا بنقوله هنا الكلب بيستجيب وبيبتدي يفهم ايه الصح وايه الغلط وايه الرولز بتاعت الام. طيب هل انا ممكن ابتدي مع كلبي ان انا ابتدي معاه اوردرات؟ طبعا في طرق كتيره جدا هنشرحها في حلقات تانية، ان احنا ازاي ممكن نمرن كلبنا بنفسنا تمام عشان يبقى انا اللي عندي عليه السيطره. الطاعه عاده بنبدا احنا بنقول كمدربين لو انت عايز تبتدي تشتغل مع مدرب بنقول 3 شهور ونص، عشان الهدف ان هو يكون خلص التطعيمات بتاعت السوماني بتاعته وخد جرعه سعار تمام، وبالتالي هو اهل ان هو يبتدي يخرج، يبتدي يتمشى، يبتدي يسمع الاوردرات بره. مهم جدا ان انت تمرن في الطاعه كلبك على الطاعه بره البيت مش جوه البيت. جوه البيت هيبقى تركيزه معاك كويس جدا، بره البيت مشكلته ان هو هيبقى حواليه حاجات مثيرات كتيره جدا، عربيه معديه، موتوسيكل، قطه، كلب، واحد ماشي. فلما انا اقدر اسيطر عليه بره البيت واديله الاوردر، ده معناها ان جوه البيت هيبقى اكثر تركيزا معاه. فاحنا بنقول الطاعه بتبدا من شهر، من 3 شهور ونص، واحنا بناء على السن والفصيل والشخصيه ده اللي بيرجع لمده الطاعه بتقعد قد ايه. الحاجه الاخيره اللي احنا لازم نقولها، الطاعه مش مجرد اوامر، الطاعه ان فعلا كلبي مركز معايا، منتبه ليا، باصص لي، كل تركيزه انا، كل اللي بيفكر فيه انا رايح فين او هعمل ايه او بطلب ايه، وبالتالي انا كده عامل جذب انتباه. لكن لو ده مش موجود وانا بدي الاوردر عمره ما هيركز معايا ولا يسمع معايا. فالسن الصح هو 3 شهور ونص ان احنا نقدر نبتدي معاه.
بالنسبه بقى لتدريبات الحراسه، ناس كتيره جدا بتبتدي تقول انا عايز امرن حراسه. اللي احنا النصيحه اللي بنقولها اوعى اتمرن حراسه الا لما يبقى عندك كنترول الاول على الكلب. يعني ايه؟ ما ينفعش اروح اعلم ابني مثلا كيك بوكسينج او تايكوندو او كاراتيه وابتدي اشوف ان هو ابتدى يضرب زمايله وابتدى يضرب الناس اللي في الشارع وابقى قاعد مبسوط بالكلام ده. ده يعتبر شيء مش مرفوض وهيدخلك في مشاكل كتير. طيب انت لازم يبقى عندك سيطره على ابنك الاول. بمعنى لو فرض مثلا ان انت ماشي وابنك دلوقتي مثلا نفترض انه بطل الجمهوريه وحصل احتكاك بينك وبين حد، مش المفروض ان هو يتدخل الا لما انت تقول له. لو انت ما عندكش الكلام ده يبقى انت كل يوم هيبقى عندك مشكله، اللي هيحصل ان انت كل يوم عندك مشكلة ان ابنك عمل مصيبة. نفس الموضوع بالنسبة للكلب. لو انت النهاردة مرنت حراسة وما عندكش كنترول عليه، الكلب هيعض اي حد، الكلب هيهاجم اي حد. الحاجة التانية، السن المناسب بالنسبة لي اللي انا بقول عليه من 9 شهور لسنة هو ده السن الجاهز بالنسبة للكلب، لان بيبقى دخل في مرحلة الادلت، بيبقى هرمونات الذكورة عنده زادت، دخل في مرحلة البلوغ، وبالتالي هو هيبقى عنده حس الحراسة اعلى. وطبعا الحراسة الموضوع بيختلف من كلب للتاني، يعني ما فيش كلب زي التانية. ممكن يبقى نفس الخلفة فيها 3 كلاب غريزتهم عالية، وفيها 3 كلاب غريزتهم نص نص، وفيها كلبين تانيين غريزتهم ضعيفة. طيب كل واحد ليه طريقة. الكلب اللي غريزته عالية ما ينفعش ان انت تمرنه مرة واثنين وثلاثة في الاسبوع، لا لازم تبقى مرة في الاسبوع، وممكن نهدي حسب عشان ما يبقاش اندفاعه عالي جدا ويعمل لك مشاكل، لان انت في الاخر بتحمي نفسك او بتحمي بيتك. طيب بالنسبة للكلب اللي غريزته متوسطة، ده ممكن من مرة لمرتين في الاسبوع. بالنسبة للكلب اللي غريزته ضعيفة، ده بنقول للاونر على حاجات معينة يعملها او صاحب الكلب حاجات معينة يعملها عشان خاطر نرفع ايه الليفل بتاعه، نرفع الاندفاع بتاع الغريزة بتاعه عن الاول عشان نشوف هو ممكن يوصل للماكسيمم ايه. الجزء الثاني بالنسبة للحراسة، طبعا اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت في مصر كانت حاجة مأساوية، اللي هو بيقول لك قص ودانه، قص ديله، أكله ودنه، أكله لحمة نية، احبسه في أوضة ضلمة. الكلام ده كله بيوصلك لكلب غير متزن، احنا بنقول عليه بالانجليزي انسكيور دوج، يعني كلب غير متزن نفسيا. بمعنى انت بتحطه في 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 في, في, في بيئة غريبة، وبالتالي سلوكه هيبقى غريب. مش معنى ان الكلب بيهوهو على اي حد ويهجم ان ده كلب شرس وقوي خالص. قوة الكلب في ثقته في نفسه. يعني لو انت النهاردة مسيطر عليه وقلت له اقعد مثلا، قعد ودخلت حد وهو ابتدى يرحب بيه، ده مش معناه ان هو كلب ضعيف، ده معناه انه كلب واثق في نفسه. لان انت لو قلت له اهجم هيهجم، لكن الكلب اللي عايز يهجم على اي حد يخش، ده مش حاجة صحية خالص، لان ده كده ما عليهوش كنترول. والنتيجة ان هو ممكن يبقى كلب بيخاف اصلا، لكن بيديك الوش اللي هو الشرس عشان خاطر يرجعك انت خطوة لورا ويقلقك ان انت تخش المكان. لكن هو فعليا بيهاجم من اجل الدفاع عن نفسه، مش من اجل الدفاع عنك انت. فده جزء مهم جدا. ايه شخصية الكلب؟ دي اول حاجة. سنه قد ايه؟ دي نمرة 2. نمرة 3 صاحبه بيتعامل معاه ازاي؟ عليه كنترول ولا لا؟ وبعد كده نبدأ في قصة الحراسة ان احنا بنعمل حاجة اسمها اختبارات. الاختبار مثلا ان انت بتبتدي تحاول تعمل له استفزاز في وجود صاحبه، عشان صاحبه وجوده بيعمل له نوع من التشجيع. فانت بتبتدي تستفز لغاية لما الكلب يعمل الاكشن عليك ويبتدي هوها ويبتدي صاحبه يشجعه على الاتيتيود ده. بعد ما بنعدي المرحلة دي بنحاول ان احنا نسخنه ان هو يهاجم الشخص المستفز ده. بعد شوية بنخش في مرحلة تالتة بعد الهجوم، ان احنا نعمل حاجة اسمها كنترول. اوعى تفتكر ان الحراسة ما فيهاش كنترول، لا فيها كنترول بعد كده، اللي هو انك توقف الامر. يعني ممكن اقول له عض فيروح يهاجم، وبعد كده اقول له سيب فيسيب، وبعد كده اقول له اقعد فيقعد، والراجل ارجع اقعده معايا تاني. تمام؟ ممكن يبقى الراجل هو ما بيحبوش، لكن انا اجبر الكلب ان انا ادخل الراجل ده واقعده معايا ما دام هو ما عملش اكشن يخلي الكلب ان هو يهاجمه. بس فاحنا لازم نفهم ان الطاعه والشراسه مرتبطين ببعض. الطاعه هتوصل لكلب كنترول في الشراسه، وبالتالي الشراسه بعد ما تبتدي او الحراسه بعد ما نبتدي ان الكلب يهاجم لازم نعمل عليه كنترول، ان انا ممكن اوقفه زي الريموت كنترول، اوقف اله العض او اشغل اله العض حسب ما انا شايف الوضع، او في حاله ان في هجوم عليا هو شايفه هو هياخد رياكشن لوحده.
طيب سؤال طبعا كل الناس بتسأل عليه، قصة التدريب على التواليت، وان ازاي الكلب يتعود ان هو يعمل في المكان من غير ما انا اتعب وافضل طول النهار امسح وراه واشيل. الحاجة الاولانية اللي احنا لازم نبقى متفقين عليها، اي طفل في الدنيا او جرو او كائن حي صغير بياخد وقت على بال ما يتعلم. يعني مثلا لو احنا جينا نقارن الجرو بالطفل الصغير، الجرو بياخد مثلا وقت حوالي 3 شهور لغاية لما يتعود. طيب والطفل بياخد قد ايه؟ الطفل ممكن يقعد 3 سنين نعوده على قصة الحمام. مشكلة الناس ان هي بتبقاش صبورة وبتاخد خطوات غلط. طبعا المشهور عندنا في مصر ان الكلب لو عمل امسكه وشممه وهات الشبشب واضربه واخبطه وفهمه ده غلط وحط مناخيره في البيبي وبعد كده خده ودخله الحمام واحبسه. طبعا كل الكلام ده بيوصل لنتيجة وحشة جدا. طيب ايه الكلام بيقول ايه؟ اول حاجة ان انت الكلب لما يعمل هو بيعمل لانه بيعمل حاجة اسمها تعليم او ريماركينج. طيب التعليم ده يعني ايه؟ هو دلوقتي الكلب لما بيجي يعمل في اكتر من حتة في البيت ده بيعلم مكانه عشان هو بيشم ريحته في المكان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا النهاردة لما الكلب يجي يعمل حاجة زي كده لازم ابتدي كل شوية يبقى فيه مكان انا بوديه فيه كل ساعة ونص ساعتين. ايه ده ساعة ونص ساعتين ومين فاضي للكلام ده؟ ما انت لازم تفهم ان انت لما تجيب كلب هو التزام، ولازم لما تفهم لما تجيب كلب اللي هيحصل ان هو هيحصل ان هو هيتبول اكتر من مرة او هيعمل تويلت اكتر من مرة، وده نتيجة ان هو لسه صغير ما يقدرش يمسك نفسه اكتر من ساعة ونص لساعتين. تمام؟ طيب ايه المطلوب؟ المطلوب حاجة واحدة، ان انت دلوقتي الكلب بيلعب، اول حاجة تظبطها في الكلب مواعيد الاكل. مثلا بتاكل فطار وبتاكل غدا وبتاكل عشاء، يبقى المواعيد دي ثابتة ما بتتغيرش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا لازم اقيس في ورقه وقلم الكلب اول يوم عمل بعد قد ايه. عمل بعد ليت سي مثلا نص ساعه، يبقى انا كده فهمت ان بعد نص ساعه هو بيبقى مزنوق عشان يعمل. تاني يوم هي برده نص ساعه، تالت يوم يبقى هو نص ساعه، يبقى انا كده اداني ان تقريبا بعد نص ساعه الكلب بتاعي مبقاش قادر يمسك نفسه. يبقى انا بعد نص ساعه لازم اخليه تحت عينيا وابتدي اخده واديه المنطقه اللي هو المفروض يعمل فيها واشجعه ان هو يعمل. يعني ايه؟ ما ادخلوش الحمام واقفل عليه. اللي هيحصل ان انت لما تحطه في الحمام وتقفل، اول ما تفتح هيروح طالع لك بره لان هو حس انه اتحبس. لكن لما تاخده وتروح في المنطقه وتبتدي تشجعه سواء جنينه او سواء الحمام وتقعد معاه زي الطفل ما بنقعده على البوتي ونقعد نقول له يلا واعمل والكلام ده كله، اللي هيحصل ان الكلب ايه مره في الثانيه في الثالثه هيروح عامل. طيب هنيجي بقى نقول طب هل ده هيحول الموضوع بدل ان هو يعمل جوه البيت هيبقى كله في المكان؟ لا طبعا. اللي بيحصل ان احنا بنصيب وما نصيبش. يعني نصيب مره بمعنى لو انا النهارده الكلب بيعمل عندي مثلا 6 مرات في اليوم، ابتديت اقدر ان انا اخليه يعمل مرتين جوه الحمام والباقي بره، بعد شويه بقوا 3 جوه الحمام والباقي بره، بعد شويه 4 وبقت مره بره، بعد شويه بقى كله جوه الحمام، بعد شويه المرحله الثانيه اللي هو ان انا ابتدي انزله بعد ما يخلص تطعيماته. يعني ايه؟ يعني التويلت هيتقسم جزئين، جزء في الاول جوه البيت لان انت مش هتقدر تنزل الكلب قبل ما يتم 3 شهور ونص لغايه لما يخلص تطعيماته، وبالتالي بعد ما يخلص تطعيماته يبقى انت عندك الكلب دلوقتي محصن ان هو يقدر ينزل الشارع ضد البارفو ضد سعار ضد ديستمبر اي حاجه من الامراض اللي ممكن تيجي من الشارع. طيب ايه الفرق بين البيت وايه الفرق بين الشارع؟ طيب البيت دلوقتي انت في خلال الثلاث شهور دول فضلت توديه على المكان، هو دلوقتي بقى حافظ المكان. اللي هيحصل بقى لما اجي انزل الشارع ان هو هيفضل ماسك نفسه وما يعملش، واول ما يطلع البيت يروح رايح على المكان اللي انت عودته عليه ويروح عامل، ودي دايما شكوى الناس. الحل ايه؟ نفس اللي انا عملته في الاول لما كان بيعمل في كل حته في البيت وبزقه على المكان، هبتدي اعمله بالنسبه للشارع. ازاي؟ دلوقتي انا عارف ان الكلب بتاعي بياكل مثلا الساعه 9، بعد كده 9 ونص بيبقى ايه؟ بيتزنق. طيب لما انا نزلت الشارع مشيته دلوقتي هو بقى عدى 3 شهور، فدلوقتي بقى يقدر يمسك نفسه وقت اطول. اللي هيحصل ايه؟ انك انت اول ما ترجع بيه حتى بعد ساعه ممكن يروح ايه عاملها لك جوه البيت. فاللي احنا بنقوله اول مره هتيجي تمشي فيها الكلب دايما بنفضل يكون كل ويكون تحت عينك وما تديلوش فرصه انه يعمل، وتروح واخده ونازل بيه وتمشي بيه في الوقت ده حوالي ساعتين. طيب ده يفضل يبقى في ويك اند اخر اسبوع تكون انت اجازه عشان تقدر تمشي في جو كويس لان الجو بيبقى حر الاسفلت بيبقى سخن، وتنزل تمشي بيه حوالي ساعة ونص ساعتين. يعني ايه؟ يعني مش هطلع بيه اول مرة الا لما وصله مرحلة الانهيار ان هو مش قادر يمسك نفسه اكتر من كده، لان انت لما تمشيه وهو اوريدي مزنوق اللي هيحصل ايه؟ انه لازم يعمل عملية اخراج. فاللي هيحصل ان انت تنجح ويروح عامل بره، هنا هتكافئ وتطبطب وتديله. بعد شوية لو انت فضلت ماشي بالسيستم ده ان الكلب حتى ايفن بيعمل جوه البيت مرتين ثلاثة وفي مرة منهم بيعملها بره، اللي هيحصل بعد شوية ان هو هيبتدي ينبسط بالخروج جدا ويبتدي يربط ان هو
لازم يعمل بره، فيبتدي يمسك نفسه انه يعمل بره مره، بعد شويه بقول الاثنين، بعد شويه بقول ثلاث مرات. الكلب بيحتاج لغايه مثلا سن 6 شهور ان هو ينزل على الاقل من 3 مرتين في اليوم. تمام، لو انت عندك جنينه ممكن تعود عليها لو انت هتمشي، وده بيبقى الافضل لصحه الكلب وعظمه والكلام ده كله. طيب المرحله اللي بعد كده ان الكلب بيبقى خلاص عارف مواعيده وهيمسك نفسه، ممكن يمسك نفسه اب تو 12 ساعه مستني لغايه لما انت تيجي عشان تاخده وتنزله. هتلاقي منه حركات زي ان هو يروح يشد الليش، زي ان هو بيتنطط عند الباب زي يقول يلا خرجني، وهنا لازم انت تبتدي تاخد اكشن وتنزله عشان ده حقه عليك. هي دي الطريقه اللي احنا بنعود بيها الكلب على التويلت عشان في الاخر ما يبقاش عندنا شكوى، لان دايما ناس كتيره قوي بتمشي الكلب بسبب قصه التويلت يقول لك انا مش قادر. بس احنا اللي هنقوله از ريمارك تاني، افتكر الطفل بياخد منك وقت قد ايه لغايه لما بتعوده على التويلت، وافتكر الكلب بياخد قد ايه. الكلب مش هياخد اكتر من شهر او اتنين تعمل حسابك عليهم قبل ما تجيبه. الحاجه الثانيه، الطفل ممكن ياخد منك 3 سنين او 4 سنين عشان خاطر يغارط لما يتعود ان هو 100% بيخش الحمام يعمل فيه. هو ده الفرق، وعشان ما نظلمش برضو الكلاب.